إلى غاية يوم 9 أكتوبر. يدخل هذا المعرض في إطار مهرجان المولد النبوي الشريف وتحت إشراف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كل تفاصيل هذا المعرض تتسويت مع ضيفنا في الحياة. أوتاوا مع ضيف الحياة. ضيف الحياة. ضيفنا بالنسبة لليوم هو سي مهدي باراتلي، وكيل شركة منظمة للمعرض. سي مهدي صباح النور ومرحبا. صباح الخير ومشكورين على الاستضافة هذه. مرحبا بك يا سيدي. دونك اليوم نحكيه على المعرض الوطني بالقاهرة، وين نعود نذكر اللي تنطلق يعني فعاليات هذا المعرض من 28 سبتمبر إلى غاية يوم 9 أكتوبر. باش ناخذوا تفاصيل هذا المعرض، المنتوجات اللي باش يقع عرضها خلال هذا المعرض، المكان زيادة كيف كيف اللي باش يكون موجود فيه المعرض، باعتبار وأنه يعني صار تغيير في الأماكن يعني مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كل تفاصيل المعرض الوطني بالقاهرة وين باش تعرفوا عليها من خلال كنتي. مشكورين ساعة الاستضافة. هي الدورة الرابعة للمعرض الوطني بالقيروان. المعرض هذا يبدأ يأخذ تقاليد هنا في القيروان وأصبح أحد مكونات الرئيسية للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. قاعدين كل عام نحاول نحسنه في التظاهرة هذه. تضم السنة تقريبا 60 عارض من جميع أنحاء الجمهورية. منتجات يعني حاولنا تكون أحسن المنتجات الممكنة والموجودة خاصة في السوق التونسية، وليتشارك بها العارضين في أقوى المعارض في تونس. تقريبا هي كل ما يهم الدار، معناتها مستلزمات الدار من ديكور، من أثاث، من تأثيث، من صناعات تقليدية موجودة، من صناعات تقليدية وبقوة طبعا، لأنه طبيعة التظاهرة تفرض هدايا. الناس الكل تزور القروان لهنا، والناس الكل تجي في المولد للقروان، والناس الكل تحب تروح بحاجة معها. دونك يحبوا على سوفينير، يحبوا على صناعة تقليدية، يحبوا على زاختيكل هذوكم. احنا السنة حاولنا نحسنوا في الجودة متاع العارضين، نحسنوا في الجودة متاع المنتوجات، خاصة مع تغيير المكان اللي هو مكان معناتها رمزي، عنده رمزيه كبيره في سقيت الاغالبه. مكان يعني احنا في ساحه سيدي يوسف الدهماني امام الفسقيه، يعني مكان استراتيجي، مكان نجم نقول لك هو الوجه الاحتفالات السنه، هو اللي داخل اللي داخل للقروان، اللي جاي من تونس من غادي. اول حاجه باش تعرضوا باش يعرضوا المعرض الوطني بالقيروان واللي هو موجود في ساحه سيدي يوسف الدهماني طبعا. وحابين يكون في حل استراتيجي، موقع استراتيجي، وحابين يكون في حلة لائقة. إن شاء الله الناس كل تشجع التظاهرة هذه، خاصة معناتها الأهمية الاقتصادية متاحة في الجهة. التظاهرة هذه تخلي الناس تجيك من كل بلاصة، مع تواجدها في إطار المولد هذا يخلي السناء وعام الجاي ديما نبنيه على الحركية الاقتصادية، وعلى أنه معناتها يكون ثم مردودية اقتصادية مهمة على البلاد. هو مردودية اقتصادية مهمة جدا على البلاد، وخاصة يعني الستين عارض اللي مش يكونوا موجودين يعني خلال في فعالية هذا المعرض الوطني بالقيروان، يعني مش يكون متنفس نوعا ما للمجموعة هذية اللي باش تقوم بعرض منتوجاتها، باعتبار أن القيروان تقريبا سنة تستعد لاستقبال أكثر من 1,500,000 زائر. نتصور أنه يتحرك شوية معناها بالنسبة للعارضين اللي تلقاهم يستناو يعني من معرض المعرض، يستناو في مثل هذه التظاهرات باش ينجموا يسوقوا للمنتوجات نتاعهم وباش ينجموا يعيشوا زاد كيف كيف، لان هما جينيرال مو يعيشوا من المعارض هذه. اكيد هو العارضين يحبوا مع التظاهرات هذه، ويحاولوا يجيبوا احسن ما عندهم في التظاهرات هذه باش يروجوا منتوجاتهم. فما الباعثين شبان، فما ناس معناتها مقدمه ابتكارات، هذا تكتشفوه كي تزوروا معناتها المعرض حدانا. كما قلت لكم راهو فيه كل ما يهم الدار، كل ما يهم زاز العروسه، كل ما يهم معناتها العائله التونسيه موجود في 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 معرض الوطني بالقيروان. الصناعه التقليديه قلت لك موجوده وبقوه. ان شاء الله تجيونا الناس الكل وتكون وحدنا. بالنسبه للايامات الاولى التوقيت باش يكون من 10 صباحا الى 7 مساء، اما بالنسبه لايامات المولد يعني نحكيوا من 28 للبرمي باش يكون هكاك معناها تقريبا. ومع انطلاق احتفالات بالمولد النبوي الشريف، احنا نبداو قبل، دونك مع انطلاق احتفالات المولد النبوي الشريف باش يكون معناتها سهره، معناتها باش تكون معناتها باش تضاف السهره، نعم باش تضاف يعني السهره، خاصه ايام المولد معناتها باش نسهروا مع الضيوف القيروان وضيوف المولد النبوي الشريف اللي لازم نكونوا احنا حاضرين. انت قلت لي هذه الدوره الرابعه بالنسبه للمعرض الوطني بالقيروان، شنو اللي تغير بين الدورات الاولى والدوره الرابعه؟ شنو هي الحاجه الجديده اللي باش يكتشفها، خاصه نحكي على المواطن القيرواني ولا الزوار اللي متعودين كل عام يجيوا للقروان ويزوروا المعرض؟ هو كل عام يمر، وكل ما قيمه التظاهره قاعده تطلع وهدايا
يخلينا نجمو نوجه دعوة العارضين أحسن. يولي وما يخيروا معناتها المعرض دي على معارض أخرى في تونس والجودة متاع المنتوجات تتحسن. هذا اللي قاعدين نبنيو فيه وإن شاء الله معناتها نستجيبه معناتها أنه المعرض هذا يولي معرض دولي بأتم معنى الكلمة بمشاركين أجانب. هذا قاعدين نبنيو فيه. هل أنكم تخموا فيه اليوم؟ إحنا نحكيوا على مهرجان دولي, مهرجان المولد النبوي الشريف أصبح انطلاقا من الدورة هذه هو مهرجان دولي. أنتم المعرض نجموا ردوه معرض دولي وجينا يعني يجيونا عارضين من مختلف يعني أنحاء مختلف أنحاء العالم, وحتى نبدأ حتى بالدول القريبة, نحكيوا على الجزائر, نحكي طبعًا على ليبيا, طبعًا نحكي طبعًا على المغرب. هذه الغاية هي هذه الغاية وهذا الهدف معناتها البناء معناتها متاع التظاهرة دولية تتزامن مع المولد النبوي الشريف, تتزامن مع المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف. وهذا قاعدين نقدمه كل عام, قاعدين نمشوا في التمجه هدايا وفي التمشي هدايا وبالمساعدة متاع الناس الكل وخاصة الإعلام وانتوما واتحاد جهة وصناعة وتجارة المشرف على التظاهرة وسلطة الأشراف للناس الكل, نحاول نتعاونوا باش تولي عنا معناتها الإشعاع الكافي اللي خولنا باش نوصلوا للمستوى هذاك. وكان وصلنا معناتها للباليه هذاك صدقني معناتها حاجه باهيه برشا البلاد. واضح, يعطيك الصحه سيدي. احنا نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والتالق ان شاء الله. ان شاء الله المعرض كما سنستون به في يعني السنوات الفارته ان شاء الله نلقاو حاجه سبيسيال. خلينا نعاود نذكروا بالموعد تفضل. طبعا هو ينطلق اليوم 28 سبتمبر يوفى نهار 9 اكتوبر 2022. فما زاد ثقرات تنشيطيه, فما ثقرات تنشيطيه يوميه بالمعرض الوطني القيروان. ما نسيناش العائلات, ما نسيناش الفريده. احنا الموقع نتاعنا يلزم خاطر المواطن في القيروان هذاك مكان متنفس, دونك لازم نحافظوا عليه اللي هو متنفس. دونك كل يوم فما ثقرات تنشيطيه, قرينا الحساب هدايا معناتها واجاو وتفردوا وتسوقوا, مرحبا بكم الناس الكل, وان شاء الله تعدى معناتها مولد نبوي شريف السنه في احسن ظروف. ان شاء الله مولد نبوي شريف مبارك على كافه الامه الاسلاميه. بدات تفوح ريحه المولد. طبعا بدات تفوح طبعا, مازلت لصيده احنا نبداو اليوم ان شاء الله. المعرض يبدا اليوم 28 سبتمبر لغايه يوم 9 اكتوبر, الافتتاح 10 متاع الصباح حتى للسبعه متاع الليل. 20 نحب نوجه الشكر لزميلي سي معاذ حمدي اللي تعب برشا في اعداد التظاهره هذه وجميع كل من ساهم من قريب وبعيد في اعداد التظاهره. يعطيكم الصحه سيدي, احنا نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. واحنا زاد كيف كل مره باش نسلطوا الضوء على فقره من الفقرات يعني اللي موجودين في برنامج المولد النبوي الشريف, كمسابقات عارض كل شيء. اكيد احنا باش نكونوا في متابعه لكل فعاليات مهرجان المولد النبوي الشريف. سي مهدي شكرا لك سيدي على كل هذه المعطيات, هذه تفاصيل المعرض الوطني بالقيروان اللي ينطلق اليوم 28 سبتمبر الى غايه يوم 9 اكتوبر, يدخل في اطار مهرجان المولد النبوي الشريف وتحت اشراف الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه. سي مهدي هو كان ضيفنا في الحياه. ضيف الحياه. احنا مازلنا مواصلين معاك.